بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الخامس من دروس تعليم لغة جافا، وفي نستكمل الـ variables. طبعا من هذا الدرس وصاعدا راح إن شاء الله نستخدم بيئة أو برنامج إكليبس لتطوير برامج الجافا بدلا من الإديتور اللي كنا نستخدمه. أعتقد أن عملنا دروس ما فيها الكفاية لفهم الفصل بين كتابة البرنامج وبين عملية الكومبيليشن وبين عملية التنفيذ. فمن الآن صاعدا راح نستخدم إكليبس، هو عبارة عن IDE لتطوير لغة جافا. طبعا إكليبس موجود في هذا هو اسم البرنامج ECLIPSE، ومعناه الكسوف، وموجود في الانترنت. انا استخدم اكليبس 4.4، هذا رمز البرنامج تقريبا، يعني شكل شمس تكسف او شيء زي كذا. طبعا كيف طريقة العمل في اكليبس؟ نبغى نسوي برنامج. مهمة البرنامج هذا هو انه يجمع لنا عددين ويضرب لنا عددين، او بالاحرى يحسب لنا في يعني طول وعرض مستطيل، ويحسب لنا محيط المستطيل ومساحة المستطيل. زين، طيب اول ما نبدا نضغط بالزر الايمن هنا في الباكج اكسبلورر، نضغط بالزر الايمن ثم نقول نيو، نختار جافا بروجكت. زين، بعد كذا اسم البروجكت، مثلا نسمي البروجكت هذا مثلا ريكتانجل، زين، معناه مستطيل. ثم نضغط فينيش. زين، سوينا بروجكت اسمه ريكتانجل. الان نسوي كلاس جديده جوا البروجكت. اذا البروجكت عباره عن حاويه تضع فيه زي الفولدر اللي كنا نسويه. زين، زي الفولدر اللي كنا نسويه، سوينا بروجكت او زي مجلدات كنا نسويها. الان نسوي كلاس الفعليه اللي هي برنامجنا الفعلي. الكلاس راح نسميها ريكتانجل. دائما قلنا يفضل انك تبدا اسم الكلاس بكابيتال لتر، ريكتانجل. زين، طيب لاحظ انك لو اخطيت باسم الكلاس، مثلا حاول تضع مسافة، مباشرة إكليبس أعطاك إيرور هنا ورفض أنه ينهي العملية، ما تستطيع أن تضغط على زر فينيش. زين، بسبب استخدام كل شيء غير مسموح فيه باسم الكلاس. بينما لو بديت باسم الكلاس، زي ما قلنا اسم الكلاس يفضل دائما وبقوة أنه يبدأ بكابيتال لتر، حرف كبير إنجليزي. لو بديت بسمول أعطاك تحذير، معنى أنه discouraged، يعني غير منصوح به. مضبوط، by convention، يعني المتعارف عليه بين المبرمجين انك تبدا بكابيتال لتر. فاذا نستخدم كابيتال لتر، وهنا نضغط نحط صح عند public static void main ونضغط finish، وارتحنا من كتابه الكلام هذا. لاحظ انه اكليبس اضافنا شيء اسمه باكج، راح نفهم الشيء هذا فيما بعد، لكن حتى الان الجزء هذا من البرنامج والجزء هذا من البرنامج نحفظه كما هو وخلاص. إكليبس راح يريحنا ويسويه. لاحظ ان إكليبس اول ما يبدا يحط لك كومنت جاهزه او ملاحظه، ممكن نزيل احنا الملاحظه. زين، طيب البرنامج اللي احنا نبغى فيه يكون فيه طول المستطيل وعرض المستطيل، ثم بعد ذلك نحسب محيط المستطيل ومساحه المستطيل. اذا راح يكون عندنا متغيرين. المتغير الاول هو الطول، نقول int. طبعا الطول هو طول المستطيل، نفترض انه عدد صحيح ما راح يكون فيه اي كسور، فنقول int length. زين، سيمي كولن. سوينا declaration للمتغير اللي اسمه length، ونوعه integer. اذا الايدنتيفاير او variable name هو length، والداتا تايب هو int او integer. نعرف متغير ثاني int width، ثم بعد كذا نسند قيمة الطول المستطيل length
مثلا نفرض ان طول المستطيل مثلا 5 5 زين، وعرض المستطيل يكون مثلا 3 زين. عرفنا المتغيرين، اسندنا لهم قيمه. طبعا الترتيب ما يهم كثيرا، ممكن انك تعرف المتغير تسند له قيمه، ثم بعد ذلك تعرف المتغير اللي بعده تسند له قيمه، ما يهم. لاحظ انه اكليبس هنا كيف نعرف انه اخطينا ولا ما اخطينا؟ لو اخطيت باي خطا، مثلا نفرض انك مثلا نسيت الانت وكتبت كابيتال بدل سمول، مباشره اعطاك ايرور، مباشره حط لك خط احمر وليس اصفر، خط احمر زين، حط لك خط احمر مضبوط دلاله على ان وجود خطا في البرنامج. طبعا دائما وهذه نصيحه مهمه جدا لما نستخدم اكليبس، لما يحط لك خطا انتظر الى انك تنتهي من الكلام اللي انت تبغى تكتبه، وبعدين شوف هل ما زال فيها الخطا موجود ولا راح، مضبوط. فدائما لا تستعجل، اكتب كل الكلام اللي تبغى تكتبه، بعد كذا شوف هل الخطا موجود ولا لا. اذا المتغير اللي عرفنا انت لينكث زين، الخط الاصفر ما يهمنا، اهم شيء اذا ما في خط احمر ولا لا. وعرفنا لينكث اسناد القيمه، وعرفنا ويدث اسناد القيمه، وزي ما قلنا نقدر نبدل. اهم شيء، اهم شيء اننا ما نسند قيمه المتغير قبل ما نعرفه، يعني ما نقول ما نسوي حاجه زي كذا، هذا خطا طبعا زين. طيب نرجع مره ثانيه، عرفنا اللينكث وعرفنا الويدث اللي هو الطول والعرض. الخطوه التاليه هي حساب المساحه. حتى نحسب او المحيط، حتى نحسب المحيط نبغى نضع القيمه حقت المحيط، خلونا نحسب المحيط. محيط المستطيل هو 2 في الطول في العرض، فنقول 2 في الطول لينكث في العرض. طبعا شوف لاحظ انه معطيني ايرور، بس لا تستعجل، خلينا نشوف مضبوط، خلينا نخلص اللي احنا نبغى نقول في ويدث العرض مضبوط. طيب ما زال فيه خطا، ما زال مصر على وجود خطا الاكليبس. الخطا ايش هو؟ الخطا هو انه لما حسبنا احنا قلنا 2 في اللينكث في الويدث، 2 في الطول في العرض، لكن القيمه هذه وين راح نحطها فيه؟ لما يحسب الكمبيوتر القيمه هذه ايش راح يسوي فيها؟ هل سوينا سيستم اوت برنتلين؟ ما سوينا سيستم، اذا ما راح يطبعها. طيب هل اسندناها للمتغير؟ ما اسندناها للمتغير، اذا الكمبيوتر ايش راح يسوي في القيمه هذه؟ لازم الكمبيوتر يسوي شيء في القيمه هذه، لازم نعلم الكمبيوتر ونخبر الكمبيوتر ايش نبغى نسوي في القيمه هذه. انا مثلا هنا ابغى اسند القيمه هذه او اخزنها في متغير، وسمي المتغير هذا سيركمفيرنس، فنقول سي اي ار زين، اللي هو محيط المستطيل زين. فاذا عرفنا متغير اسمه سي اي ار، اسم المتغير سي اي ار، نوع المتغير انت، واسندنا للمتغير القيمة هذه 2 في الطول في العرض زين. طيب بعد كذا نبغى الآن نحسب المساحة، نفس ما نخطي الخطأ اللي أخطيناه تو في لما جينا نحسب ال شو اسمه المحيط، ومباشرة نقول area int area gets length multiply by width. طبعا عفوا هنا خلونا نخلص هذه، وهنا 2 في الطول زائد العرض زين، 2 في الطول زائد العرض، واضح. طيب الان بعد ما انتهينا من حساب المحيط والمساحه، مثلا نبغى نطبعهم زين، هذا هو اللي نبغى نسويه. نجي نقول system dot out dot println هذا المحيط، و system dot dot out dot println هذه هي المساحة زين. الآن خلونا ننفذ البرنامج. كيف ننفذ برنامج في الإكليبس زين؟ ونحن احنا موجودين هنا، نروح نضغط على الزر هذا اللي هذا رن، نضغط على الزر الاسود الصغير اللي هنا
مضبوط، ما نضغط على الأخضر هنا، نضغط أول ما نبدأ في البداية نضغط على الزر هذا، ثم بعد كذا نروح Run as Java Application. هذه المرة الأولى اللي نفذ فيها البرنامج نسوي الشيء هذا. الآن نفذ وراح، لاحظ هذا هو الكونسول، هذا هو التيرمينال أو الكونسول اللي طلع فيه نتيجة، وطلعنا 13 و15. السؤال الآن، حنا شفنا مرات كثيرة ما يسمى بالسينتاكس ايرور. زين، خلونا نكتب الكلمة هذه سينتاكس، زين، اللي هو خطأ في الجرامر أو في قواعد اللغة. دائما السينتاكس ايرور نجد أن الكومبايلر يعطينا رسالة خطأ، زين، أو ما يقابله بالنسبة للإكليبس هنا يعطينا خط أحمر، مضبوط، هذا خطأ في الجرامر. الآن برنامجنا لا يوجد فيه خطأ في الجرامر، زين، سليم، لكن هل برنامجنا فعلا صحيح ولا لا؟ مضبوط. خلونا نشوف المحيط، محيط المستطيل. محيط المستطيل اللي عندنا الواجب أنه يكون 3 زائد 5 زائد 3 زائد 5 اللي هي 8 زائد 8 المجموع 16، لكن فعليا المحيط اللي هنا طلع لنا 13. وش الخطأ اللي عندنا هنا في البرنامج؟ زين، وقف الفيديو شوي، حاول تفكر وش الخطأ اللي في البرنامج، ثم ارجع شف لما اتكلم عن الخطأ. طيب، الخطأ في البرنامج هو كالتالي، انه دائما احنا استخدمنا هنا two operators، ما نسميهم operators. خلونا نكتب الكلمة operator، زين، operator او العامل. الoperators هي مثل operator حق الضرب، operator حق الجمع، زين، هذه نسميه operators. وفي مثلا الassignment operator، زين، احنا استخدمنا هنا two operators، الoperator حق الضرب والoperator حق الجمع. دائما هناك ما نسميه الأولوية، أولوية بالنسبة للأوبريتورز أو precedence. خل أتأكد إنه spelling صحيح. يبدو إنه في خطأ. أي نعم، الأسبقية أو الأولوية. زين، دائما فيه بين الأوبريتورز ما يسمى بالأولوية. الجافا راح أولا تضرب اثنين في الطول، ثم بعد ذلك تجمع مع العرض، مضبوط. دائما الأولوية للضرب قبل الجمع. ايش معنى الكلام هذا؟ ممكن يقول واحد، يقول والله حنا عشان الضرب جاء قبل الجمع صار الأولوية له، لأن ضربنا في اثنين ثم بعد كذا ضربنا يعني اثنين في الطول، مضبوط، وجمعنا عليهم العرض. زين، فالأولوية دائما، فالأولوية هنا صارت للضرب أولا ثم للجمع. طيب، كيف نحل المشكلة هذه؟ وش يعني وش نبغى نسوي مثلا؟ هل نقول والله نخلي الجمع يجي قبل الضرب؟ مثلا نقول في اثنين، الطول زائد العرض في اثنين. فإذا بما أن الجمع، الأوبريتور حق الجمع جاء قبل الأوبريتور حق الضرب، زين، إذا راح تجمع الجافة بعدين تضرب. خلونا نجرب وننفذ البرنامج ونشوف وش تكون النتيجة. طبعا بما أننا نفذنا برنامج مرة، المرة الجاية بعدها على طول نضرب كذا. لا، للأسف ما زالت المشكلة موجودة. وش اللي صار هنا؟ قامت الجافة ضربت أول خمس ثلاثة في اثنين وهي ستة، جمعت معها خمسة فطلع نتيجة 11. زين، المرة السابقة ضربنا 2 في اللينكث، 2 في 5 ب 10، وجمعنا عليه 3 طلعت 13، مضبوط. المرة هذه الخطأ هو الثاني، وهو انه ضربنا العرض في 2، 3 في 2 ب 6، وجمعنا عليها الخمسة 11. ما الى الان ما حصلنا على 16، لان دائما الاولوية هي للضرب قبل الجمع. الاولوية دائما للضرب قبل الجمع، دائما، على الرغم من ان الجمع جاء قبل الضرب، راح الجافة تروح تضرب بعدين تروح تجمع. عشان نضع الأولوية للجمع، زين، قبل الضرب حتى نقرب الأولوية، نضع عملية الجمع بين قوسين.
الطريقة هذه، بالطريقة هذه زين راح تتم عملية الجمع أول، وبعد كذا تتم عملية الضرب. خلونا نجرب ونشوف. فعلا طلع النتيجة الصحيحة 16. زين، حتى لو أننا بدلنا ونقلنا الاثنين هنا، 2 في length زائد width، معنى خلينا الضرب قبل الأقواس، ما زالت الأولوية للأقواس، طلع النتيجة صحيحة. طيب إذا شيء مهم في هذا الدرس تعلمناه هو الأوبريتورز، وجود مجموعة أوبريتورز، في أوبريتور للضرب، في أوبريتور للجمع، في أوبريتورز ثانية أخرى، في أوبريتور للقسمة وهو الأوبريتور هذا، وفي أوبريتور لباقي القسمة وهو الأوبريتور هذا، وفي أوبريتور لعملية الجامع والضرب والقسمة، وفي أوبريتور لعملية الطرح. زين، أوبريتور القسمة هو هذا أظن، هذا وليس هذا. زين، هذا هو الأوبريتور حق القسمة. طيب، فدائما الأولوية تكون الأوبريتور الضرب والقسمة وباقي القسمة، ثم بعد ذلك يتبعهم الجمع والطرح، والأقواس دائما تكون الأولوية فوق الجميع. مضبوط. طيب، إذا هذا الشيء الأول اللي تعلمناه. الشيء الثاني اللي تعلمناه أنه أو الشيء الثاني أنه عندنا عمليات، هنا عندنا مجموعة عمليات إسناد، هذه عملية إسناد وهذه عملية إسناد وهذه عملية إسناد. زين، دائما أي عملية إسناد يكون فيها أوبريتور الإسناد اللي هو gets، ودائما يكون الأوبريتور الإسناد يكون له left hand side زين و right hand side، الجزء الأيسر left hand side، left hand side نختصره LHS. زين، نختصره بال LHS، و عندنا right hand side أو الجزء الأيمن نختصره ب RHS. زين، طيب إذا هذا هو right hand side وهذا هو left hand side. هنا الليفت هاند سايد لعملية الإسناد هو هذا، والرايت هاند سايد هو هذا. الليفت هاند سايد لعملية الإسناد دائما يكون variable، متغير. زين، الرايت هاند سايد لعملية الإسناد عبارة عن expression. مضبوط. أو يكون literal زي الخمسة هنا، معنى قيمة literal. زين، إما أن يكون literal أو يكون variable، ممكن نسند variable الvariable، طبعا ما سوينا العملية هي الشيء هذا هنا، أو يكون expression زي الexpression هذا والexpression هذا. زين، وهو التعبير الرياضي. خلونا نكتب الكلمة expression. زين، طيب، إذن عندنا هنا عمليات الإسناد، هذه عملية إسناد، left hand side variable، right hand side literal. خلونا نكتب كلمة literal. literal زين، معناته قيمة مباشرة، يعني غير موجودة في variable ولا أي شيء. هنا عندنا عملية إسناد ثانية، left hand side variable وright hand side literal. هنا عندنا عملية إسناد left hand side variable و right hand side عبارة عن expression، mathematical expression، تعبير رياضي. هنا أيضا عملية إسناد ثانية و right hand side mathematical expression أو تعبير رياضي، بينما left hand side هو variable. طيب،